فوائد ومعلومات. العالم كله مليان بالحكايات والأخبار الغريبة، زي أغرب الهوايات وأغرب الأماكن اللي ممكن تشوفها وأغرب الشخصيات، والقايمة طويلة ومليانة. والنهاردة جايبين ليكم أغرب المحلات الموجودة في العالم، محلات غريبة وأكيد اللي بيزورها أغرب وأغرب محلات ومتاجر مش هتصدق إنها موجودة في العالم. فتابعونا عشان نتعرف عليها. سوق الصحراء في بوليفيا. عزيزي المشاهد، السحر والخلطات السحرية مش موجودين في الأفلام والأعمال التلفزيونية بس، لأ ده كمان موجود في بوليفيا، بالتحديد في سوق الصحراء، وده المحل اللي بيبيع خلطات سحرية وريش البوم وجلد التعابين، وكمان بيبيع بعض أنواع السموم والأعشاب العلاجية. وطبعا زوار المحل ده بيكونوا من أطباء الطب البديل وأكيد الصحراء والعرافين. متجر تحنيط الحيوانات في باريس. لو حابب يكون في بيتك مجسم حقيقي للأسد أو النمر أو حتى التماسيح أو أي من الحيوانات والطيور، فلازم تزور المحل ده اللي متخصص في بيع الحيوانات المحنطة، والمحل موجود في باريس. سوق لبيع رؤوس وأقدام الفيلة والفهود في توجو. والحال ما اختلفش كتير من باريس لتوجو، فزي ما موجود محلات لتحنيط الحيوانات في باريس، ففي توجو في محلات بتبيع أقدام ورؤوس الفيلة والفهود، ودلوقتي ضافوا ليها قلوب الخيول وإيد الشمبانزي وأجزاء كتير من أجسام الحيوانات. فأول الأمر اعتقدنا أن الحيوانات موجودة بغرض الأكل بس، لكن بعد بحث وتدوير اكتشفنا أنها موجودة عشان الكهنة والصحراء اللي موجودين بكثرة في إفريقيا. سوق الغجر لبيع البنات في بلغاريا. الاسم مختلف تماما عن غرض السوق، فمجرد ما تسمع ان في سوق لبيع الفتيات هتقول انهم موجودين بغرض التجارة زي ما كان منتشر في بلاد كتير، واختفت الاسواق دي بعد ظهور قوانين بتلغي العبودية. بس السوق اللي موجود في بلغاريا بغرض الزواج، فالبنات بتروح السوق وهي في كامل اناقتها على امل انها تلاقي عريس او شريك لحياتها. وتعتبر سوق الغجر من اغلى الاسواق اللي موجودة، لان سعر العروسة ممكن يوصل لاكتر من 6000 دولار. متجر لبيع القمل في الكويت. أيوة عزيزي المشاهد، في محلات في الكويت لبيع القمل للسيدات، ده كمان أوقات بيوصل سعر بيع القمل الواحدة لأكتر من 10 دنانير، وده لأن في فترة انتشر فيها أن القمل بيقي من الجلطات الدماغية وبيساعد على تقوية الشعر وعدم سقوطه. ومع انتشار المحلات دي صدر قرار من وزارة الصحة الكويتية منع ظهور المحلات دي. ومن الحاجات الغريبة ان المحلات دي كمان موجودة في اكتر من دولة اوروبية. محل اللي بيع المثلجات بنكهات غريبة في اليابان. الايس كريم او اي شيء مثلج معروف انه بيتم صنعه من اللبن والسكر، وطبعا بيضيفوا ليها اطعمة مختلفة، بس في اليابان الامر مختلف تماما. فممكن تلاقي محلات بتبيع الايس كريم بنكهة بيض التمساح، وده بيعتبر امر معروف هناك. ودلوقتي كمان ضافوا للآيس كريم نكهات مختلفة زي نكهة لحم الخيول والبغبغان وجناح الدجاج، وآيس كريم بطعم الكابوريا، وفي آيس كريم بطعم لسان البقر والبيرة. يا ترى عزيزي المشاهد، قابلت أي محل من المحلات دي؟ ولو ما قابلتش ممكن تدخل تشتري من أي محل من دول؟ كان معاكم رشا رجب. اشتركوا الآن ليصلكم كل جديد على قناة فوائد ومعلومات.